بداية لشوطنا الخامس لأصحاب السمو والشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل وهذا التحدي المثير على أرضية ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه في مهرجان السنوي الذي يقام على شرف سيف سيد أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين. 8 كيلومترات والتحدي الجديد لشوطنا الخامس والتحدي المثير والسيارة التي سوف تكون بالانتظار لجميع المتنافسين وللمركز الأول بالأخص. مشاهدين الكرام ننطلق مع أول التحديات وأول الأشواط في رحلة تعريفية على المراكز المتقدمة. برمودا أو برمودا من تتواجد على أول التحديات بانطلاقة شعار زايد بن محمد بن زايد المنصوري ومحمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة لهذا الشعار الذي قدم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مثل هذه الأشواط الكبيرة في ختاميات مثيرة. نعم نقلتنا إلى ثاني المراكز ومن تتواجد في هذه اللحظات السعدية عايدة ملكيتها لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية في عملية التضمير والمتابعة وبدوري أهني هجن الشحانية بانتزاع الرموز وليس غريبة على هذا الشعار الذي يقدم الكثير والكثير. نعم والتهنية الخاصة كذلك لمحمد بن خالد العطية المشاغب الذي شاغب مع هذا الصباح وانتزع الرموز. بدورنا ننتقل إلى ثالث المراكز والتدخل في هذه اللحظات مع من تصل انذار. انذار يا انذار وصلت انذار على ثاني المراكز في هذه اللحظات لمحمد بن محمد بن زايد المنصوري محمود بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة انذار على ثاني المراكز والشعار القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أشواط القوة والتحدي. رابع المراكز التي انتقلت بدورها إلى ثاني المراكز في هذه اللحظات وتتواجد الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم ومحمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة الشاهينية مرافقا لهذا الشعار التحدي المثير في أشواط 8 كيلومترات. نقلتنا إلى خامس المراكز ومن تتواجد في هذه اللحظات كذلك التحدي مع وصايف تتواجد على خامس المراكز بأحلى المواصفات والتحديات. تتواجد في هذه اللحظات لفيصل بن عبد الله بن محمد بن عبد الله العطية وعبد الهادي بن علي الغيثاني في عملية التضمير والمتابعة لهذا الشعار الذي قدم من دولة قطر الشقيقة للمشاركة في مثل هذه التحديات وفي مثل هذا التحدي المثير لانطلاقة 8 كيلومترات. نعود مع انذار. نعود مع انذار. انذار يا انذار. نعم انذار تنذر جميع المشاركات بأنها تتقدم الجموع في تحديات هذا الموسم وتحديات هذا الشوط بالأخص. كذلك التواجد لشعار محمد بن محمد بن زايد المنصوري محمد محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة انذار التي تجاوزت في هذه اللحظات لائحة 5 كيلومترات برفقتها حوار ثلاثي ثلاثية المقدمة مثلث الناموس بأقطابه الثلاثة. تتواجد كذلك من الجانب الأيمن برمودا التي تتواجد وتستجيب للنداء. تتواجد على أول المراكز في هذه اللحظات زايد بن محمد بن زايد المنصوري ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة
لانطلاقة برمودا على أول التحديات. نعم، مثلث برمودا، وها هي في المركز الأول لهذا المثلث الخطير. هذا المثلث الخطير يبتلع ما مر من فوقه. نعم، ها هي برمودا على أول التحديات، على أول المراكز، تؤدي العروض المميزة أمام عدسات الكاميرات. نعم، عبر قناتنا الثالثة الرياضية التي تنقل هذا الحدث، تنقله على جميع ترسله لجميع دول مجلس التعاون، ترسله لجميع دول مجلس التعاون. مشاهدينا الكرام، نقلتنا إلى ثاني المراكز. الشاهينية وصلت في هذه اللحظات على ثاني المراكز بتحديات سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومحمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير والمتابعة. ولكن انذار، انذار من الجانب الأيمن، انذار يا انذار، انذار في هذه اللحظات على ثاني المراكز. الأربعة كيلومترات انقضت وطويت ملفاتها، وابتدأت كذلك أربعة كيلومترات جديدة في هذه اللحظات. ثاني المراكز تتواجد انذار لمحمد بن محمد بن زايد المنصوري، تتواجد على ثاني المراكز، ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة لإنذار. رابع المراكز من المتواجدة؟ تتواجد السعدية على رابع المراكز لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية الذي يقوم بعنايتها ومتابعتها ومراقبة هذا المثلث الذي يتواجد في ثلاثية المقدمة. يراقب الموقف من قريب، يتابع 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 جميع المشاركات، جميع المشاركات. الثمانية كيلومترات تحتاج للتكتيكات وتحتاج للمراقبة. نعم، وكذلك الذهن الذي يكون واعيا، واعيا لتحديات المقدمة، واعيا لتحديات المقدمة. برمودا على المركز الأول، برمودا لا زالت مسيطرة، تمام السيطرة على المركز الأول في تحدياتها وانطلاق شعارها، شعار نجم المواسم محمد بن محمد بن زايد المنصوري الذي يقدم لنا هذا الشعار الذي يقدم الكثير والكثير من الإنجازات، حاصدا لجميع الرموز في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. نعم، يتواجد هذا الشعار بتحدياته وانطلاقه على المركز الأول. برمودا لازالت مسيطرة، تمام السيطرة على المركز الأول وانطلاقتها الانطلاق الممتاز على تحديات هذا الشوط. ثاني المراكز انذار، انذار تتواجد على ثاني المراكز. انذار، انذار في مقربة من المركز الأول، ها هي تتواجد بانطلاقتها وتحدياتها وانطلاق شعار زايد بن محمد بن زايد المنصوري الذي يتواجد على ثاني المراكز. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يتابع هذا الشعار وإنجازاته وتحدياته. الشاهينية على ثالث المراكز، الشاهينية على ثالث المراكز، متيقنة بالتحدي ومتيقنة بتحديات هذا الشوط. نعم، هذا الشوط الشاهينية بدأت تحلق على ثالث المراكز. هيا تتواجد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن سعيد بن مروشد يتابعها ويتابع الموقف من قريب، يتابع الموقف من قريب. لكن ثالث المراكز وصلت السعدية، وصلت السعدية في تحدياتها وتحديات شعارها هجن الشحانية العملاقة الذي يتواجد في هذه اللحظات على ثالث المراكز. ومحمد بن خالد العطية على رابع المراكز. التحدي كذلك مع خامس المراكز وصايف، وصايف من تتواجد لفيصل بن عبد الله بن محمد بن عبد الله العطية وعبد الهادي بن علي الغيثاني. لكن العودة، العودة إلى ثلاثية المقدمة، العودة إلى ثلاثية الصدارة. الله يا برمودا، برمودا لا زالت على المركز الأول، لا زالت مسيطرة، تمام السيطرة على المركز الأول وتحديات هذا الشوط، تحديات
هذا الشوط بدأت المنافسة مع الكيلو و800 متر، ما تبقى على خط النهاية، ما تبقى على نهاية التحدي المثير والانطلاق لهذا الشوط. الله يا برمودا، برمودا لا زالت مسيطرة، برمودا لا زالت مسيطرة. انذار يا انذار، انذار يا انذار، انذار يا انذار من الجانب الايمن، محمد بن محمد بن زايد المنصوري من الجانب الايمن، ولكن الشاهنية تتقدم بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن سعيد بن روشد في عملية التضمير والمتابعة، رابع المراكز شعار هجن الشحانية مع السعدية. الله، الرباعية، التحدي المثير، بدأ التحدي وبدأت المنافسة مع الكيلومتين، كيلومتين ما تبقى على نهاية التحدي المثير، وبرمودا لا زالت مسيطرة، لا زالت مسيطرة، التحدي بان والإثارة بانت مع مضيق الاتحاد للتحدي الأول. الله، كيلو ما تبقى على خط النهاية، كيلو ما تبقى على خط النهاية، والتحدي المثير مع الانطلاقة الأولى، مع التحدي الأول، الشاهينية تجاوزت الشاهينية مع الانطلاق ومع التحدي المثير، مع هذا التحدي المثير، المركز الأول في هذه اللحظات، الشاهينية، حلقت الشاهينية، اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير والمتابعة، برمودة ثانية، تتواجد على ثاني المراكز بتحديات محمد، بتحديات زايد بن محمد بن زايد المنصوري، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة. انذار وصلت لمحمد بن محمد بن زايد المنصوري، محمود الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة. الله، الثنائية، الشاهينية وانذار، انذار والشاهينية، الشاهينية وانذار، ولكن انذار انتزعت المركز الاول، او الشاهينية وانذار، انذار والشاهينية، ولكن تهانينا والف مبروك لمالك انذار محمد بن محمد بن زايد. مراكز كان وصول سمو الشيخ حمدان بن راشد، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الشاهينية. ثالث المراكز كان وصول برمودا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، أما رابع المراكز فكان وصول السعدية لهجن الشحانية على رابع المراكز، وخامس المراكز وصلت وصايف لفيصل بن عبد الله بن محمد بن عبد الله العطية. تهانينا وألف مبروك لمحمد بن محمد بن زايد المنصوري على انتزاع انذار للمركز الأول، تهانينا وألف مبروك. مشاهدينا، بالفعل هذا التنافس ايضا لكافه السباقات، ونبارك ايضا محمد زايد المنصوري في هذه النتيجه، ودوله الامارات ايضا في مشاركتهم لمثل هذه السباقات. النتيجه مع ايضا منصور بن خويس بن عجمي في مشاركه اليوم معنا في الاستديو التحليلي لمجريات سباقات الهجن. هلا بك اخوي متعب، وهني
محمد بن زايد المنصوري على فوز انذار وحصولها طال عمرك على التيم 12 دقيقة و47 ثانية واحتجر جزء من الثانية، وكانت بينه منافسة هي والشهنية ملك الشيخ حمدان بن راشد المكتوب مع متعب المضمرين محمد بن سعيد بن راشد، ومركز الثالث طال عمرك استحقت فيها اللي هي برمودا ملك محمد بن زايد المنصوري اللي هي بن زايد محمد المنصوري مع محمود بن سالم الوهيبي. وهنا من ناموس وقول وهنا من ناموس على هذه المنافسة وعلى التنافس الشريف. بالفعل نتمنى إن شاء الله التوفيق في هذه المشاركة. أخوي فهيد أيضا ما شاء الله زعفران أيضا بتكريم كافة المشاركين لهذه البطولة 14 على التوالي. طبعا راح يكرمون الثلاث الوائل مادة الزعفران، خاصة الثلاث الوائل اللي حصلها في أشواط السيارات.